سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. عم تيجي عليك لحظات مش عارف الصح من الخطأ أنت فيها، مش عارف تميز بين الخطأ والصح، ما بين الصالح والطالح، ما بين البرد والحر، مش عارف أنت أنه الجو حار ولا بارد، ولا أنت تعبان ولا سخنان ولا مرضان، ولا صحتك سليمة ولا مش سليمة، مش عارف حالك أنت بتتصرف صح ولا خطأ، مش عارف أنك أنت مخطئ أم مذنب أم على حق. أحيانا تسأل نفسك هذا السؤال، أنا يا هل ترى أنا اللي عملته صح ولا خطأ، اللي عملته حلال ولا حرام. ضميرك بصير يأنبك، بصير صراع ما بين عقلك الباطن وعقلك الواعي، بصير صراع ما بين عقلك الواعي وما بين قلبك، بصير تلتبس عليك الأمور، تشعر بنخزة في القلب، ألم في الرأس، ألم في الكتفين، بالمفاصل، بالركبتين، بأسفل الظهر، خدران بالأطراف، ثقل في الجسم، غباش في العيون، تثاؤب كثير، تعب، قلق، هم، حزن، مش عارف انت تحدد شخصيتك، ومش عارف لمين تشكي ولمين تحكي، ومش عارف ايضا انه اين هو الشخص اللي انا ممكن احكي له واشكي له، مين ممكن يسمعني؟ ما فيش حدا بسمعني، ولا حدا حاسس فيه، ولا حدا مهتم لامري، ولا واحد بيعطل همي، ولا واحد يسأل عني. لازم أنا ألجأ إلى طرق أخرى. تفكر بالموت بس أنت بتخاف من الموت، بتفكر بالحياة بس ما بتحب الحياة، أنت ضايع ما بين الجنة والنار، ما بين الحياة والموت، ما بين الخوف والفرح. بطل شيء يفرحك ولا شيء بيحزنك، إذا مات فلان عادي، وإذا طاب فلان عادي، وإذا تزوج فلان عادي، وإذا طلق فلان عادي، وإذا مرض فلان عادي، كله عادي عادي، نورمال نورمال، ما عندك أي اهتمام لأي شيء، بتحب تنام، تجلس لوحدك، تبعد عن العالم، بتحب تكون طائر تطير في السماء، توصل إلى السماء السابعة، تطير لوحدك، تصير تحب تتعامل مع الطيور والعصافير والقطط والكلاب، تصير تشعر انك انت هل انت عايش ام ميت، ما بتعرف تفرق ما بين الحياة ام الموت، ما بين الحب والكره، مرة بيحبني مرة بيكرهني، مرة بيعمل معي كويس مرة بيعمل معي عاطل، مش عارف تحدد موقفك ولا حتى تكتشف الناس. كل هذه الامور قد تكون من المس، من السحر، من العين، من البعد عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الآن رح أساعدك، وهذا وعد مني، رح أساعدك أنك أنت تستخرج هذه الطاقة السلبية اللي عندك، تستخرج الحيرة، تستخرج القلق، تستخرج التوتر والهم والحزن والألم، لأنك بتضحك لوحدك أحيانا بدون سبب، وبتبكي لوحدك، بتتضايق من أي سؤال، مش حابب أي أكل ولا أي طعام، ولا عندك استمتاع بأي شيء، تحب الخلوة والوحدة، كوابيس، أحلام، ثقل في الجسم، ألم في الأطراف، حزن، تضحك، بتحزن، بتفرح، بتركض، بتنام، بتغني، بتقرأ قرآن، بتصلي، ما بتصلي، بتصوم، بتبطل تصوم، يعني حياة مكركبة ملخبطة خالص. لازم تنظم نفسك، لازم تلملم أوراقك، لازم تكتشف ذاتك. وأنا راح أساعدك الآن، راح أساعدك إنك تجلس لوحدك، تراجع نفسك، تراجع ذاتك، تفكر بهمومك ومشاكلك، حطها بكيس أسود كبير، كبها برا، انسى العالم، انسى الدنيا،
انسى الناس، انسى الشيء اللي بيجرحك وتعبك وبقلبك، وريلاكس، استرخي، شوف مكان هادئ على ضوء خافت ومكان دافئ، استرخي قليلا، تمدد على ظهرك، وضع يداك جانبا، واغمض عينيك لنبدأ جلسة هدوء، وجلسة استرخاء، وجلسة محبة، وجلسة قبول، وجلسة الخلاص من العذاب والمشاكل والآلام والأحزان. لنبدأ الآن. اللي بدي أطلبه منك إنك تختار مكان جميل هادئ، ما في أي ضوضاء، ما في أي دوشة، تسترخي، تتمدد على ظهرك، ترخي جسمك بالكامل، relax، استرخي. لنبدأ الآن لنأخذ شهيق ثم زفير لمدة 5 مرات. في كل شهيق بتاخده تسحب الطاقة السلبية من جسمك كلها. في كل شهيق وزفير مع الشهيق تاخذ الطاقة الإيجابية، ومع الزفير تبعث وترسل إلى الخارج الطاقة السلبية من جسمك. لنبدأ الآن، استرخي قليلا، لا تفكر بشيء، انسى كل شيء، ريح نفسك. لنبدأ نأخذ الشهيق الحصول على الطاقة الإيجابية. اغمض عينيك، تذكر شيء جميل، اغمض عينيك، تذكر شيء جميل، تذكر إنسان بتحبه كتير، مشتاق له، تحب يكون معك، تحب يكون جنبك، تحب يعطيك الحنان، يعطيك الدفء، يعطيك الأمان، يعطيك الحلاوة، حلاوة الحياة، يعطيك القوة، يعطيك الطاقة الإيجابية. استرخي، أغمض عينيك. لنبدأ الآن بالشهيق لنأخذ الطاقة الإيجابية الآن. شهيق ثم احبس النفس لمدة 4 ثواني، وفي كل شهيق تاخذ كل الطاقة الإيجابية، تعبئها بجسمك مثل بالون. بال4 ثواني تحبسه، ثم بتخرج سفينة، بتخرج آلامك، همومك، مشاكلك، أتعابك، أحزانك. لنكررها 5 مرات ونبدأ الآن، وسوف أعطيك 30 ثانية لتمارس هذا التمرين، لأني أهتم بك وأحبك وأتمنى أن أساعدك، فأنا هنا لمساعدتك، أنا هنا لمساعدتك. وفي كل شهيق تخيل الشخص الحبيب الذي تحب أن يكون بقربك. ابدأ الآن وسوف أعطيك 30 ثانية الآن. كرر هذه العملية 5 مرات. شهيق، احبس النفس لمدة 3 ثواني 4 ثواني، ثم زفير لمدة 5 مرات. كرر، أنا معك.
ممتاز، أحسنت. هل أكملت؟ الشهيق ثم الزفير. أنت الآن مغمض العينين، لا تفتح عيناك، والآن أرسل رسالة لشخص تحبه وترغب به، قل له ما تشاء. سأعطيك 15 ثانية لترسل إليه الرسالة التي تود أن ترسلها إليه. ابدأ الآن. ممتاز، أحسنت. الآن قل له أنك تود أن تكون بقربه، تحب يكون جنبك، تحب يكون معك، تحب أنه ما يبعد عنك، تحب أنه يساندك، يطلعك من أحزانك ومشاكلك، يضل جنبك حتى تحس بأن الحياة جميلة وحلوة. قل هذا الكلام الذي قلته لك، احكي له إني أنا بدي إياك، بدي إياك تكون عندي، بدي إياك تكون معاي، بدك تكون جنبي، بدك تكون سندي، بدك تكون حياتي، بدك تكون دنياي. كرر هذه الكلمات الآن لوحدك 15 ثانية. ابدأ. ممتاز. الآن تخيل هذا الشخص بجميع ملامحه، بجميع أوصافه، بشكله، بوقفته، بجلسته، بلون عيونه، بضحكته، بابتسامته، بمشيته، بكلامه، بصوته. تخيل أنه يقف إليك الآن، واقف أمامك وبضحك وبابتسم لك وماسك إيديك بإيديه، وجهك عند وجهه، عم تحكي له. تخيل الآن الحوار اللي بينك وبينه وأنت مغمض العينين. ممتاز. الآن هو ذهب، الآن هو عم يمشي، أغلق الباب، سلم عليك وودعك. بعد ما ودعك، بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد فترة راح يتصل فيك، إما مباشرة أو عن طريق شخص أو عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق انك تلمحه في المنام او في اليقظة او بالصدفة او تسمع عن اسمه او تسمع عن اخباره. راح يصير بينك وبين التواصل روحي، ثم ان شاء الله انكم تلتقوا. كل الاشارات والعلامات اللي انا حكيتها، اللي بصير معك الحيرة والقلق والتوتر واللخبطة كلها في بداية الفيديو، اللي بتصير معك الاعراض هاي، ولأنه في شخص بفكر فيك وبحبك، بتمنى أن يكون معك، ولهذا السبب صار فيك هذا الشيء. تمرين التخاطر هذا سيساعدك على التخلص من كل السلبيات وأنك توصل للإيجابيات. تمنياتي لك بالتوفيق، وأي ملاحظات الرجاء كتابتها في التعليق أسفل الفيديو. مع حبي واحترامي، لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولايك وسبسكرايب وشير، وتفعيل زر الجرس لكافة الإشعارات حتى يصلكم مني كل جديد. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، و
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.